مشاهدينا اهلا بكم. بشكل عاجل بترد وزاره التربيه والتعليم على استفسارات جميع المواطنين بشان تغيير نظام الثانويه العامه، ففي هذه التغطيه نوضح لحضراتكم جميع تغييرات هذا النظام بكافه الشعب والمواد المضافه وايضا المواد المحذوفه وما هي المواد التي قد تكون داخل المجموع وخارجها، كل هذه التفاصيل من خلال هذه التغطيه. أكدت وزارة التربية والتعليم وتعليم الفني أنه لا يوجد تغيير في نظام الدراسة للعام الحالي أو الامتحانات في الثانوية العامة في الصف الثالث الثانوي. وقد قالت وصرحت وزارة التربية والتعليم وتعليم الفني: لقد تم فقط إعادة هيكلة الثانوية العامة بشكل تم خلاله تركيز على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة، وكذلك تنمية مهارات الطلاب والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص. فالمواد الأساسية هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق. أما عن المواد غير المضافة للمجموع هي التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية والتربية الوطنية. أما عن توزيع درجات وعدد الحصص كالتالي: فدعونا نبتدأ باللغة العربية، فهي 5 حصص ودرجة سوف تكون من 80 والنجاح من 40. أما عن إجمالي عدد الساعات فهي من 129 ساعة. أما عن اللغة الأجنبية الأولى 5 حصص ودرجة من 60 والنجاح من 30 وإجمالي عدد الساعات 129 ساعة. أما عن مادة التاريخ 5 حصص درجة من 60 النجاح من 30 إجمالي الساعات 129 ساعة. أما عن مادة الرياضيات فسوف تكون 5 حصص درجة من 60 والنجاح من 30 وإجمالي عدد الساعات 129 ساعة. أما عن المواد الأنشطة التربوية، يختار الطالب نشاطا واحدا فقط مما يلي ولا تضاف درجاته للمجموع، تكون عدد الحصص حصة واحدة ودرجة من 10 والنجاح من 5 درجات: التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلية، الكشافة والمرشدات، المسرح والتمثيل، الصحافة والإذاعة، خدمة المجتمع وتنمية البيئة. أما عن مواد التربية المهنية، يختار الطالب مادة واحدة فقط منها ولا تضاف للمجموع وعدد حصصها حصة واحدة ودرجة من 20 والنجاح من 10 درجات، وهي كالتالي: تكنولوجيا الصناعة، تكنولوجيا الزراعة، تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات. لهنا مشاهدينا تكون قد انتهت تغطيتنا، بنتمنى التوفيق لجميع طلابنا. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.